مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشغربي. النهاردة هو بداية الموسم الثالث لبرنامج حوار واستثمار. زي ما عودناكم دايما احنا بنتكلم عن كل ما هو جديد على أرض مصرنا الحبيبة من استثمارات، من مجالات استثمارية، من أهم الأحداث المرتبطة بالاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي. في البداية بنهني أنفسنا وبنهني الشعب المصري وبنهني الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا باليمن والبركات. هنبتدي حلقتنا النهاردة عن أهم الأخبار اللي حصلت على أرض مصر. في البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان بيفتتح مجموعة من المشروعات في مدينة شرم الشيخ. الرئيس مهتم بشبه جزيرة سيناء من حيث التنمية المتكاملة على أرض سيناء. في البداية التنمية بتحصل بفتح المشروعات الجديدة، بفتح مجتمعات عمرانية جديدة وتأسيس حياة جديدة في هذه المناطق، بالإضافة إلى وجود أشكال من المنظومات التعليمية، وجود جامعات جديدة على أرض سيناء بيساعد على التنمية بشكل كبير جدا، لأن الجامعة بتساعد في تنمية المجتمع المحيط بيها من مختلف المجالات. الرئيس كان النهاردة بيفتتح من ضمن المشروعات اللي افتتحها جامعة الملك سلمان. جامعة الملك سلمان المستهدف بتاعها ان هي تضم تقريبا 30,000 طالب، موزعة على 3 فروع، فرع في مدينة الطور وفرع في راس سدر وفرع في الشيخ في شرم الشيخ. كمان الرئيس بيولي اهتمام بتطوير المنظومة التعليمية لما يتضمنه ذلك من اهتمام بالأجيال القادمة، ان احنا نبقى مواكبين في التعليم مع العالم الخارجي، مع اهتمامات الناس، مع متطلبات السوق المحلي والسوق العالمي، لأن لازم لما يبقى فيه تعليم لازم نكون اهتماماتنا بالتعليم والتنمية البشرية عشان نقدر نطلع خريجين جداد لسوق العمل في طلب على التخصصات اللي هم بيدرسوها. وده اللي بنشوفه دايما مع الرئيس السيسي، ان دايما كل شيء بيسبقه تخطيط وتفكير عشان نقدر ان احنا نطلع في الآخر بحاجة مستقبلية تنفع لليوم وغد وللمستقبل القادم. ده كان أهم خبر عندنا النهاردة، بالإضافة إلى أن احنا هنتكلم على أهم المستجدات على الشارع الاقتصادي والاستثماري المصري. مصر بتشهد حدثين كبار جدا. الحدث الأول هو زي ما شفنا من فترة، كنا تابعنا في البرنامج المصالحات في مخالفات البناء وأسردنا للموضوع كذا حلقة، استضافنا مجموعة كبيرة جدا من أعضاء مجلس النواب، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس أستاذ خالد عبد العزيز، المستشار خالد. كمان اتكلمنا عن الكثير والكثير من ما يتضمنه القانون وإيه طلبات كمان المواطن المصري عشان يقدر إن هو يتقدم بطلبات التصالح، وبالفعل غطينا الملف ده بشكل كبير جدا. وكمان الحكومة تجاوبت مع كثير من الطلبات اللي قدمناها، كان منها تخفيض سعر أو قيم المصالحات، كان منها مد فترة التصالح لأن الوقت غير كافي على عدد الطلبات وعلى الأوراق المطلوبة. كل ده كان محتاج إن ينسق بشكل يساعد المواطن المصري إن هو يعيد هيكلة العقار اللي هو عايش فيه، لو هو عقار مخالف أو في بعض التجاوزات يقدر إن هو يجري عملية المصالحات بشكل كويس جداً، ويقدر ان هو يكمل الملف اللي مطلوب منه عشان في الاخر يبقى عندنا منظومة صلحت العوار اللي كان موجود في الشارع العقاري المصري، ونقدر في الفترة القادمة
ان احنا نكمل شكل النهضة العمرانية اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بينهجها. كمان هنشوف ايه المستجدات اللي هتبقى على قانون البناء في الفترة القادمة، هنشوف اهم تطورات ملف البناء. طبعا كان في وقف لعملية البناء في الفترة اللي فاتت، تم إعادة البناء مرة أخرى، والإجراءات ما زالت من الانضباطات ما زالت لسه موجودة معانا إلى أن يتم الإفصاح والسماح باستكمال الإنشاءات في الفترة القادمة. كمان بنشكر الحكومة وهو مد فترة التصالح مرة أخرى لمدة شهر. طبعا احنا بنطالب الحكومة انها تساعدنا في فترات السماح، لان ما زالت الأعداد كبيرة وما زلنا محتاجين وقت أكتر عشان نقدر نقدم جميع الملفات اللي مطلوبة من الناس عشان يتم عملية المصالحات. الجزء الثاني كمان ان قانون المصالحات ده اتعمل عشان نخرج من العشوائيه، عشان نخرج من الخروج على القوانين اللي موجوده. حصل تجاوز كتير جدا في الفتره السابقه في موضوع المخالفات، سواء داخل المحليات والمحافظات، من ادوار زياده، من ارتفاعات، من بعض المناطق العشوائيه اللي تم انشائها بالكامل بدون تراخيص او متابعه من الاحياء والمحليات. كل ده بيتم تصليحه واعاده هيكلته بشكل جديد عشان بعد كده ما يبقاش عندنا ظواهر من دي، ما يبقاش عندنا اماكن ما فيهاش شوارع متسعه للسيارات، ما يبقاش عندنا اماكن ما ينفعش الناس بيوتها، ما يبقاش فيها هواء، ما يبقاش فيها شمس، ما تبقاش بشكل صحي كافي للمواطنين اللي بيعيشوا جوه منطقة معينة. كمان احنا شايفين من سيادة الرئيس ومن الدولة اهتمام بالتنمية العمرانية للمتضررين من مشاكل الاسكان القديمة. شفنا مجموعة من المشاريع، منها بشائر الخير والكثير والكثير، الاسمرات، كل دي مشاريع بتحاول إعادة هيكلة الشارع المصري والعقار المصري، إن المصريين من حقهم إنهم يعيشوا في مكان لائق يقدروا إن هم يتنفسوا فيه، إن هم يكون مسكنهم صحي، إن المنطقة المحيطة بيهم اللي هم عايشين فيها مهما كانت إمكانياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، إن هم يكون عندهم نادي، يكون عندهم جامع، يكون عندهم دار عبادة، يكون عندهم كنيسة، عشان يقدروا ان هم يعيشوا حياتهم في الاماكن الجديده دي. واحنا شايفين ان الرئيس مهتم بالملف ده جدا، تنميه العشوائيات وانشاء مجتمعات عمرانيه جديده تحل محل العشوائيات السابقه اللي فيها الكثير والكثير والكثير من العوار اللي بيضر بالمواطن المصري وبيضر بالعقار المصري وبيضر بالمظهر الحضاري لبلد زي مصر، معروفة طول عمرها بالبناء والبنائين، معروفة بالإنشاءات، إحنا بناة الأهرام، ما ينفعش يبقى عندنا في الآخر عقارات ملهاش صلاحية، ما ينفعش يبقى عندنا عقارات قايلة للسقوط، ما ينفعش يبقى عندنا عقارات ما فيهاش شكل حضاري تتكلم عن المرحلة والفترة اللي إحنا بنعيشها على أرض مصر. جنب ده لما نشوف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأسس 14 مدينة جديدة على أرض مصر، على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة، مدن جديدة من مدن الجيل الرابع، بتتكلم وبتحاكي كل ما يحدث في العالم، من أكبر الشبكات والخدمات المقدمة في المدن الجديدة، شكل شبكات الصرف مختلف، شكل البنية التحتية مختلف، شكل الطرق مختلف، حتى الإدارة والحوكمة الداخلية جوه المدن الجديدة اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس ليها مختلفة تماما. لو بصينا على مشروع العاصمة الإدارية هو ظاهرة حضارية على أرض مصر، العالم كله بيبصلها، بقت واقع، بقت حقيقة. النهاردة المجتمع الحكومي
تقريبا بالكامل تم انشاؤه وانتهى الاعمال فيه، مجلس النواب وفندق الماسة ومجموعة اخرى بالمشروعات تم الانتهاء منها بالفعل، وكل ده بيقول ان احنا رايحين على مصر جديدة ما فيهاش مجال لان احنا نعمل حاجة مش كويسة لولادنا ولولادهم، ما فيهاش مجال ان احنا نعمل حاجة شكلها مش حضاري، نرجع تاني نعمل مخالفات ونرجع تاني نعمل تجاوزات في الانشاءات. عايزين بقى نغير الفكر ده، يبقى عندنا مدن شكلها جميل، الناس تعيش في بيئة صالحة وصحية ليهم ولولادهم والأحفادهم من بعدهم. الملف التاني اللي موجود دلوقتي على الساحة المصرية وفي الشارع المصري هو ملف الانتخابات. مصر بتشهد عرس انتخابي في الفترة اللي احنا عايشينها. شهدنا الفترة اللي فاتت انتخابات مجلس الشيوخ وتمت الحمد لله، وبنبارك لكل السادة أعضاء مجلس الشيوخ اللي حلفهم الحظ واللي فازوا بمقاعد مجلس الشيوخ المصري. وكان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا مجلس شيوخ لان ده الغرفة التانية عشان أعضاء مجلس النواب يقدروا ان هم يقوموا بالتزاماتهم وبالمطلوب منهم وبالهدف من وجودهم داخل مجلس النواب. كان لازم يبقى في غرفة تانية للبرلمان تساعدهم في التشريعات، تساعدهم في اتخاذ القرارات الخاصة باستحداث القوانين واستخراج قوانين جديدة. كنا محتاجين كمان ان يبقى في تمثيل كافي للمرأة سواء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب، لان المرأة ما كانتش واخدة عدد الكراسي الكافي لها اللي بيمثل احقيتها في التمثيل عنها وعن صوتها وعن صوت ولادها وعن افكارها. المرأة المصرية مرأة عاملة طول عمرها على مر التاريخ بتقف كتفا لكتف مع زوجها، ان كانت امرأة مصرية في الريف المصري هتلاقوا ان هي بتنزل الريف بتشوف الزوجة المصرية الريفية بتقف مع جوزها في الحقل، بتروي معاه الزرع، بتساعده في الزراعة، بتربي ولادها وبتعلمهم، وبتتابع بيتها وبتتابع شغل جوزها. وده شكل المرأة المصرية اللي موجودة على مر السنين. طول عمر المرأة المصرية مرأة مفكرة عندها الكثير والكثير من النجاحات اللي بتحاكي جهدها وهي موجودة ومصورة في أبنائها. الجهد اللي الزوجة والأم بتعمله في بيتها هو بيكون ظاهر وواضح مع ولادها، والنتائج اللي هم بيطلعوا بيها نتيجة للجهد اللي أمهم بتبذله. هنتكلم مع بعض عن ملف الانتخابات بانتهاء المرحلة الأولى، وصلنا لفين، عندنا المرحلة الثانية قادمة في الفترة القادمة. هيكون معانا ومعاكم في البداية الدكتور أيمن الدهشان، رئيس مركز مستقبل وطن، رئيس مركز حلم وطن للاستشارات السياسية والإدارية. هيكلمنا عن التجربة الجديدة للانتخابات اللي حصلت على أرض مصر، ونستعد إزاي للمرحلة القادمة. دكتور أيمن مساء الخير. مساء النور على حضرتك أستاذ إبراهيم، ومساء النور على السادة المستمعين، ويا رب دايما كل يوم مصر في انتصار، وده اللي أثبتت دي القيادة السياسية النهاردة. ربنا يخليك يا دكتور، إزاي صحتك عامل إيه؟ الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب والبرنامج كريم، الحمد لله على السلامة. الله يخليك. عايزين نقول للناس إن لازم نوجههم للاهتمام بالمرحلة القادمة في الانتخابات بخصوص انتهاء المرحلة الأولى، وحنبتدي بعد شوية في المرحلة الثانية. عايزين نقول للناس إن هم يهتموا إنهم يروحوا يدلوا بأصواتهم. إيه أهمية إن هم يروحوا ينتخبوا؟ إيه اللي هيعود عليهم لما هم يختاروا المرشحين اللي موجودين؟ يختاروهم إزاي؟ وهو ده هيعود على المواطن المصري إزاي بعد النتائج الانتخابات؟ طيب خليني في البداية أقول إن إحنا بنكمل أركان الدولة المصرية،
يعني انا النهارده عندي سلطه تشريعيه، عندي سلطه تنفيذيه، عندي سلطه قضائيه. السلطه التشريعيه تتمثل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو المعني بالتشريع، المعني باقرار خطه الموازنه، المعني بالرقابه على اداء الحكومه والجهات التنفيذيه بالكامل. خليني اقول ان يمكن البرلمان المصري من 2015 حتى 2020 المواطن ما كانش حاسس بيه بالشكل القوي، لان في غياب للجهاز التنفيذي. الصف الاولاني نفسه مش موجود، اللي هي بنسميها المحليات او الجهاز المحلي اللي هو عضو مجلس المحافظه، عضو مجلس المحافظه اللي هم المجالس المحليه. في المجالس المحليه هذه المجالس لم تكن موجوده اطلاقا. هذه المجالس اثقلت العبء على المجلس النواب بشكل كبير، وبالتالي النهارده المواطن بيبحث عن اليات وحلول اكثر من عضو مجلس النواب. علشان كده بنلاقي يمكن الناس كلها عايزه مجلس النواب ان هو يقوم بالدور الخدمي، ان هو ينزل ويشوف الاماكن العامه ويبدا يشوف ازاي يشتغل في المحليات وغيره. طبعا احنا محتاجين تشريعات حقيقيه للمواطن، وهو ده الهدف الرئيسي من مجلس النواب. وانا شايف عدد كبير جدا من النواب في ظل توسع الدوائر. يعني هدي لحضرتك مثال في المرحله الثانيه اللي احنا داخلين عليها عشان المواطن يفهمها. تمام. مصر الجديده ومدينه نصر كان كل مثلا منطقه ثلاث اعضاء بيترشحوا او ليها الحق ثلاث نواب. انت النهارده دايره مصر الجديده ودايره مدينه نصر امام ثلاث مرشحين فقط. فاذا العدد اللي نازل لازم هيقل. وعلى الرغم من ذلك انا شايف 54 مرشح في مصر الجديده وفي مصر ده، واحزاب مختلفه وفردي بعدد كبير جدا، ومرأة وشباب ومستشارين ومحامين ودكاتره. اعتقد يا دكتور ان دي، اعتقد ان دي حاجه كويسه، يعني دي ظاهره صحيه ان يبقى في زخم انتخابي، ان الناس ترشح نفسها وتبقى عايزه تمارس الحياه السياسيه يعني. طبعا ده طبعا بيدل على قد ايه ان مصر فيها يعني زي ما بنقول مؤشر جيد لاستمرار الحياه السياسيه بشكل يسمح الحريه للجميع بالمشاركه، ما فيش استقصاء. ودي اهم شروط الحياه السياسيه، وجود العمليه الديمقراطيه، وده اللي بيحرص عليها الرئيس. ويمكن عايز انبه هنا عن الشباب. لما بلاقي شاب عنده 26 سنه و28 سنه، انت عارف السن حضرتك من اول 25 سنه يقدر يترشح، شايف عدد كبير جدا من الوجوه حتى بيقول انا نازل اشوف التجربه هتنجح بنسبه قد ايه، انا عايز اجرب اول تجربه ليا. يعني انا قعدت مع شباب كتير بين المرشحين ولقيت عندهم برامج انتخابيه ولقيت عندهم فكر سياسي. انا الصراحه كنت سعيد، لان ده المرشح ده لو ما قدرش ان هو ربنا وفقه مجلس النواب، فطبعا هيبقى عضو مجلس محافظه قوي، هيبقى عضو مجلس محلي قوي، وده يكمل الاطار السياسي في مصر والاطار المهني في مصر، ان اركان الدوله كلها تبقى موجوده عند حضرتك. وبنبه رساله اخيره، فرصه اخيره لكل مواطن النهارده، اقعد واسمع البرنامج الانتخابي بتاع كل مرشح من خلال السوشيال ميديا، شوف البرنامج ده انت هتستفيد منه ولا لا. لو نائب قديم شوفه قدم ايه في دايره ولا لا. دي نقط بغايه الاهميه، اتمنى كلنا نشارك سواء بالايجاب او حتى تنزل. لو انت مش عاجبك المجموعه اللي موجوده انزل ابطل صوتك، لو انت حاسس ان انت مش راضي عن هذه الاختيارات براحتك، المهم ان احنا نشارك، ولو شاركت تقدر تحاسب. تمام تمام. يعني انا لو شاركت اقدر احاسب واقدر اقول للي انا اخترته، انا اخترتك عشان انت قلت لي هتعمل 1 2 3، وريني بقى تعملهم ازاي وهنساعد بعض ازاي. بالظبط بالظبط. ماشي يا دكتور، شاكرين لحضرتك جدا
وان شاء الله نتابع معاك بقى سير الحركه، حركه الانتخابات في المرحله الثانيه، ونتابع نتائج الانتخابات مع بعض ان شاء الله الاسبوع القادم، مع اعلان بقى نتائج الانتخابات للمرحله الاولى، ونشوف النتائج بتبقى وصل فين ان شاء الله. ونتمنى للجميع التوفيق وربنا. تمام يا دكتور، شاكرين لحضرتك. زي ما شفنا اعزائي المشاهدين، مصر بتتغير، مصر بتتطور فكريا وعمليا. خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي ونقول هو ايه الاختلاف اللي بقى في الشارع السياسي النهارده، لما حد زي الدكتور ايمن الدهشان يقول ان في عدد كبير من المرشحين في دايره زي دايره مصر الجديده، وان عدد المقاعد في الاخر محدود، ده دليل ان الناس بقت عندها اقدام على ممارسه الحياه السياسيه. الناس عايزه تشتغل سياسه، عايزه تساعد بعض. صدقوني لو حد ما عندوش فكر وما عندوش رؤيه مش هيقدم على ان هو يشترك في الانتخابات، مش هيقدم على ان هو يحط برنامج انتخابي. لو هو ما عندوش الرؤية والروح ان هو يكون عضو فاعل في المجتمع، ان هو يقدم خدمة مجتمعية للمواطنين اللي هينتخبوه ويرشحوه ويختاروه، اكيد مش هيرشح نفسه، لان المواطن النهاردة بقى عارف حقوقه كويس جدا، فهو عارف ان هو لما بيقف ورا المرشح وبيخليه ينجح بيبقى له عنده طلبات اللي هو وعده بيها ببرنامج الانتخابي اللي هو حطه. هو ليه يختار ده وما يختارش ده؟ هو بيختار عشان هو شايف ان المرشح ده مش جاي ياخد صوته وما يمثلوش. المفروض ان مجلس النواب ده بيمثل الشعب المصري، بيمثل كل نائب، بيمثل منطقة اللي انتخبته، اللي اختارته، اللي رشحته. احنا على مدار البرنامج في العام السابق يمكن استضفنا اغلب اعضاء مجلس النواب، وشفنا مدى التفاعل اللي بيعملوه. كتير جدا ناقشنا حاجات جوه البرنامج، متطلبات اتكلمنا فيها، موضوعات اثرناها وتم عرضها داخل مجلس النواب، وبعديها بالفعل تم التفاعل والحكومة تفاعلت وتجاوبت مع الكلام والحوار اللي كان بيدور جوه البرنامج عندنا. كان منهم أستاذ عمرو الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، اتكلمنا مع بعض في فرق في الموازنة وفرق في تقييم الدولار كان في الميزانية العامة للدولة، وإن دول من حق المواطن محدود الدخل اللي عنده بطاقة تموينية، وبالفعل الدولة استجابت وحولت إضافة إلى البطاقة التموينية، حولت إليها بعض السلع عشان تعوض الفارق اللي كان فائض في الميزانية العامة للدولة. استضفنا كمان النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، اتكلمنا في تطوير قوانين العمل، واتكلمنا في ملفات كتير جدا داخل ملف الموازنة العامة للدولة. وضحنا الكثير من الصور وجاوبنا على الكثير من الأسئلة اللي كانت بتهم المواطن المصري. كمان استضفنا دكتورة بسنت فهمي واتكلمنا معاها في ملف الاقتصاد، الاقتصاد رايح فين، الأسهم، البورصة، الاستثمار على أرض مصر رايح فين. كمان كان من ضمن الضيوف اللي استضفناهم من مجلس النواب كان المستشار خالد عبد العزيز، اتكلمنا معاه عن ملف المصالحات في المخالفات البناء، وشفنا مدى تفاعله ومدى اهتمامه ان هو راح لمحافظة القاهرة وبالفعل جاب تخفيض لأهالي القاهرة في المصالحات، وعملنا كذا مداخلة لأكتر من رئيس جهاز من أجهزة المدن الجديدة، وبالفعل حصل تجاوب. وشفنا كمان من الدولة لما طلبنا منهم مد فترة القانون المصالحات، مد فترة السماح، بالفعل مد الفترة مرة في الثانية كمان. هيكون معانا ومعاكم دلوقتي رجل الأعمال أحمد الطيبي،
خبير تطوير عقاري ومرشح لمجلس النواب عن دايره المعادي وترى. مساء الخير يا احمد بيه. مساء النور. اهلا ابراهيم بيه، ازي سعادتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي. وانت وجميع المشاهدين بألف صحه وسلامه يا رب. ربنا يخلي حضرتك. احنا عارفين طبعا، يعني انا هكلمك من زاويتين. الاول طبعا انت مستثمر واقتصادي مصري من الناس اللي بتشتغل في التجاره والاقتصاد من فتره طويله، وفي الفتره الاخيره كمان دخلت في الاستثمار والتطوير العقاري. فانت انت شايف مستقبل الاستثمار العقاري في مصر رايح فين؟ والله بص، الاستثمار العقاري في مصر الحقيقه فاتره بتشد الاقتصاد القومي كله وراها الحقيقه. يعني كميه الصناعات اللي بتشتغل ورا التطوير العقاري كبيره جدا، يمكن تكاد تكون بتمثل 60% من النشاط الاقتصادي اللي بيتم داخل البلد. والحقيقه التطوير العقاري في الفتره القادمه احنا محتاجينه. احنا دوله بتنمو، دوله عدد سكانها 100 مليون بتزيد 2 مليون كل سنه، متوقع ان في خلال 10 سنين نبقى 125 مليون. عندنا كثافات عاليه جدا في المدن القديمه، محتاجين مدن جديده. فبالتالي هو ده مشروع المستقبل، سواء التطوير العمراني للسكن، سواء للصناعه، سواء للسياحه، لجميع المجالات. فطبعا هي دي نقطه مهمه جدا مصر محتاجه لها. وده الحقيقه البلد ماشيه فيه كويس، سواء في المدن الجديده، احنا عندنا 14 مدينه جديده النهارده بيتم انشائها، بالاضافه طبعا للتطوير اللي موجود على كل سنتيمتر في مصر. الحقيقه المدن القديمه كلها في تطوير في كل حته. يعني انت لو جيت بصيت في القاهره، بصيت على التطوير اللي بيحصل جوه القاهره القديمه، حاجات جيده جدا الحقيقه. العشوائيات اللي بيتم الانتهاء منها وتحويلها الى مناطق سكنيه جيده، الطرق اللي بتتم. فالحقيقه في نهضه عمرانيه في مصر غير مسبوقه، فبالتالي فيها فرص عمل وفيها فرص للاستثمار، بالاضافه كمان لان المدن الجديده بقت بتتعمل بطريقه جيده، بيتعمل فيها عوامل جذب جيده جدا، سواء الجذب ده بقى كان جامعات، كان مدن ثقافيه، كان مطار، كان اراضي مهاره، سفارات، وزارات، الى اخره. فالحقيقه مشاريع ناجحه ان شاء الله، والقياده السياسيه عارفه احنا رايحين فين وماشي على خطه ثابته جدا لتخطيط مستقبل مصر العمراني ان شاء الله. طيب اسالك سؤال تاني على الاستثمار العقاري وبعدين نتكلم عن السياسه. انت شايف العاصمه الاداريه، بحكم ان حضرتك احد المستثمرين في مشروعات داخل العاصمه الاداريه، شايفها يعني موديه للاستثمار العقاري فين؟ والله شوف، هو النشاط لما جيد، يعني انا استثمار مثلا ابتديت الاستثمار من الاول خالص في الاقصر واسوان من 86 في الفنادق العايمه، وبعد كده في الغردقه في اواخر الثمانينات برضه. النهارده لما بيبقى في فرص لمدن جديده بعوامل جذب جيده، طبعا دي بتبقى من عوامل النجاح للمدن الجديده. فانت النهارده العاصمه الاداريه الحقيقه انت شايف فيها كل عوامل النجاح. شايف النهارده الحكومه ناقله على هناك، الجهات الاداريه كلها هتبقى هناك، البنوك هناك، السفارات هتنقل على هناك، البورصه هتنقل على هناك، مجلس الشعب بالمناسبه ومجلس الشورى هيبقى هناك، المطار هيبقى هناك، المعارض هيبقى هناك، الحقيقه تبقى نقله نوعيه لمصر في السكن وفي انشاء المدن. وان شاء الله تبقى واجهه جيده لمصر، يعني ترتقي بالبلد وترتقي بالمواطن ان شاء الله، لان احنا برضو مصر كدوله قديمه محتاج يبقى عندها مدينه تعكس هذا التطور وتعكس هذه القيمه للشعب المصري. بالظبط، تعكس الحضاره اللي موجوده من الاف السنين. تعكس الحضاره وتعكس الفن وتعكس المهندسين المصريين وقيمتهم. بالظبط. وقدراتهم على التطوير. بالظبط. يعني المصريين هم اللي طوروا معظم بلاد الخليج ومعظم البلاد اللي حوالينا. فمن حقنا احنا كمان ان احنا نستفيد بهذه الخبرات وبهذا العلم، ان احنا نعمل حاجه كويسه تليق بالشعب المصري وتليق بمصر وتليق بحكومه مصر وحضارتنا القديمه. وتليق بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيبذلها البلد عشان شكل الدوله كلها يتغير. يعني الحقيقه الجهود دي بقى الحقيقه الجهود دي مش في النواحي العمرانيه بس، الجهود كل دي كل النواحي. حاجه الجهود دي باديه من التعليم ومن الصحه ومن البنيه الفكريه. بالظبط. البنيه بقى التحتيه والكلام اللي احنا بنشوفه بعينينا، لا، في بنيه فكريه في البلد، بحاجات قديمه بتتهد وحاجات جديده بتتزرع،
لا في مجهود طبعا جبار في جميع النواحي، لان على فكره النمو والتطور ما بيجيش ايجاه واحده، هي مجموعه عوامل كلها بتشتغل مع بعض. اه طبعا منظومه السياسيه شايفاها كويس، لذلك النهارده تلاقيهم شغالين في كل المجالات بالظبط. يعني الحقيقه ما فيش مجال النهارده القياده السياسيه عينيها مش عليه بالظبط. التطوير والنمو والارتقاء ما بيجيش من ذراع واحد، هي عدة أذرع مع بعض لازم تلتحم مع بعض وتشتغل مع بعض كلها حتى تأتي بثمارها. بالظبط كده. طيب نبعد بقى عن البيزنس سنة ونقول بقى الذهاب إلى عالم السياسة، ونحرك أحد المرشحين لمجلس النواب القادم. إيه بقى يعني رؤيتك للفترة القادمة؟ أنت شايف هتقدر تقدم ايه داخل المجلس ان شاء الله في الفترة القادمة؟ اهتمامك بقى انه ملف شايف انه مهم انه عايز يتكمل او يولي اهتمام كبير؟ بص يا باشا دلوقتي حضرتك، انا يعني نبتدي السؤال ده من الاول، انت ايه اللي خلاني اهتم بالسياسة دلوقتي وما عملتهاش قبل كده؟ بالظبط. انا طول عمري مهتم بالسياسة لان الاقتصاد والسياسة الحقيقة واجهين لعملة مرتبطين ببعض ارتباط متصل دائما يعني. تمام. لكن انا ما كنتش حابب اقرب من موضوع السياسه في السنين اللي فاتت ديت لان الجو ما كانش ملائم بالنسبه لي. تمام. والوضع ما كانش بيريحني. اوكي. لكن انا النهارده لقيت برضو ان على مدار السنين في خبرات اتكونت، في فكر اتكون ممكن اساعد بيه. هذا بالاضافه برضو لان الفكر اللي ماشي بيه الدوله انا شايفه متوافق معايا، يعني انا كل حاجه الحقيقه القياده السياسيه او الحكومه ماشي فيها انا شايف ان هو ده الاتجاه الصح من وجهه نظري انا الشخصيه، شايف ان التوجهات كلها صح. فبناء عليه قلت انا ممكن اساعد في الحته دي. انا في الحزب مستقبل وطن، حزب فكره متوافق برضه مع الفكر بتاعي، ماشي معايا، حزب جيد، حزب شاب، حزب فيه افكار جيده جدا. من خلاله اترشحت بالانتخابات. انا عندي اجنده بتاعتي، عندي فكري، عندي برنامجي بيتمثل في حاجات شغله النائب الاساسيه في التشريع والرقابه الى اخره، الملفات الاقتصاديه، حاجه الناس. انا لفيت في المناطق وشفت الناس عايزه ايه، فشفت الناس عايزه ايه وشفت الحكومه رايحه فين، عشان يبقى ما بعملش برنامج وهمي. عشان تبقى ماشي في طريق انت عارف انك لما تدخل هتقدر تكمله بالفعل. بالظبط. انا دوري زي ما تقول كده، انا النهارده كنايب في الناحيه يعني في الناحيه التشريعيه والناحيه الرقابيه والموزع الى اخره، ده دور اساسي ودور اصيل ولازم اقوم بيه، وده اساس الشغل. لكن النهارده بالنسبه لمصر النائب لازم يكون ليه دور خدمي، ملاش يعني ما ينفعش ما يبقاش ليه دور خدمي، لان احنا محتاجين الدور الخدمي. طبعا، لان هو المواطن اللي حتى لو بنتكلم على المعادي وطورة فهي برضه يعني لو كانت المعادي بالمناطق الريه فهي محتاجه برضه للدور الخدمي. لا، وهي اصل برضه الدايره دي ميكس، يعني ترى فيها عشوائيات وفيها مواضيع، والمعادي موضوع تاني، فيها شغل، يعني فيها شغل كتير، فيها مجهود كبير. دايره تقيله مش خفيفه يعني. طبعا فيها شغل كتير، طبعا فيها شغل كتير. فانا النهارده قعدت مع الناس، شفت احتياجات الناس ايه، شفت الناس بتفكر في ايه، وفي نفس الوقت شايف الدوله بتعمل ايه، بتعمل ايه في الصحه، بتعمل ايه في التعليم، بتعمل ايه للشباب، بتعمل ايه للمراه، بتعمل ايه لاصحاب الهمم، بتعمل ايه للسيدات، بتعمل ايه للكلام ده كله. فعملت البرنامج بتاعي الحقيقه وموجود على الصفحه بتاعتي، برنامج شامل بيتضمن طلبات او بيعمل تنسيق ما بين طلبات الناس وطلبات المجتمع وتوجهات الحكومه واللي هي ماشيه فيه، لان الحكومه النهارده في الصحه بتحاول تعمل حاجات كتيره قوي، لكن محتاجه جايز زقه من المجتمع المدني في التعليم برضه. طبعا، ما هو كبير قوي، لكن هو محتاج برضه المجتمع يساعد في الحاجات دي كلها. بالظبط، هو ده دور، هو الحقيقه برنامج متكامل ان شاء الله قابل للتحقيق باذن الله بالتعاون مع اهل المنطقه وبالتعاون مع الجهات الاداريه دي. هو الدور اللي حضرتك بتقوله انت، طبعا ده دور مطلوب من كل رجال الاعمال والقادرين وذوي الفكر والرؤيه والخبرات، ان هم يتقدموا ويمدوا ايدهم لان هم يبقى ليهم عمل مجتمعي، ان كان في انتخابات في مجلس نواب، ان كان في مجلس شيوخ، ان كان في محليات، ان كان في شكل جمعيات اهليه بتساعد الناس وبتحل لهم مشاكلها، لان ده يعني دور مطلوب من رجال الاعمال والناس اللي عندها رؤيه وخبره زي حضرتك،
انهم يقوموا بالدور ده. يعني ده شكل من العلم اللي عندك المفروض ان انت تساعد بيه الناس اللي في المنطقة المحيطة بيك. والله بص، دور الجمعيات اللي يعني دور الجمعيات اللي هي الجمعيات والهيئات المجتمعيه اللي بتساعد، الحقيقه دورها كان واضح جدا في السنين اللي فاتت، ونجاحها دوت نجاحها في حمايه المجتمع. النهارده انا شايف ان دوت منعكس على الناس، ان يبقى عندها رغبه اقوى انها تساهم وتساعد في هذا النشاط، لان شايفه انه جايب نتائج جيده، جايب نتائج جيده جدا، شايفه نتيجه لمجهودها. ما انت لو بذلت جهد في حاجه مش شايف لها نتيجه مش هتبقى متحمس. بالظبط. لا، الناس شايفه ان هي النهارده لما بتستثمر في هذا الموضوع ليه عائد كويس قوي على المجتمع، وليه عائد كويس قوي وخير بيتعمل، وفي نفس الوقت بيعود حتى على رجال الاعمال اللي هم يتبرعوا، بيعود عليهم بالخير في الاخر. طبعا انا حتى كنت لسه قبل ما حضرتك تيجي معانا في المداخله كنت بقول للساده المشاهدين، احنا على مدار الفتره اللي فاتت استضافنا تقريبا اغلب اعضاء مجلس النواب في الدوره اللي فاتت، وناقشنا قضايا في البرنامج وقلنا مقترحات وبالفعل اتنفذت، فده دليل ان الحكومه تتجاوب. يعني النهارده احنا لما نستضيف وكيل لجنه الاسكان في مجلس النواب ونطلب منه ان هو يخفض من اسعار المصالحات في محافظه القاهره ويقوم بالفعل بزياره لسياده المحافظ ويجيب موافقه على التخفيض ونتابع الموضوع والدوله تستجيب، فده دليل برهان على الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان انت شايف ان اللي بتطلبه او اللي بتعرضه او اللي بتقوله بيتنفذ. طبعا، بس ده برضو دليل على ان انت عندك قياده سياسيه وعندك حكومه جريئه، لان ده ملف معروف بقاله 30 40 سنه، ملف العشوائيات وملف المخالفات والحاجات دي كلها بتحصل قدام عينينا كل يوم، والناس ساكته ومحدش بيتكلم، لا حكومه بتتكلم ولا جهات اداريه بتتكلم ولا قياده سياسيه بتتكلم. النهارده لا، دي وقفه جريئه جدا، وقفه صعبه، وقفه هتفيد المصريين. النهارده انت لو عندك عقار والعقار بتاعك مهدد، النهارده ممكن انه مهدد بازاله او مهدد بغيره او مهدد باحكام او بملاحقه، وفي نفس الوقت العقار ده انت بتدفع مبلغ بسيط بتقنن هذا العقار وبترفع من قيمته وتقدر تسجله وتقدر تتصرف فيه وتعمله شهاده ميلاد، فدي حاجه جيده جدا جدا طبعا. جدا للناس الحقيقه طبعا. وفي نفس الوقت الثروه العقاريه بتاعت الدوله بقت معروفه قدام عينيها، والنهارده برضه ما يصحش دوله، ما انت النهارده لما يكون عندك حاجه مخالفه فدي مش موجوده في دفاتر الدوله، فالدوله مش عارفه عندها ايه بالظبط، مش مظبوط. صحيح العقار ده ملكك، لكن في الاخر هو على ارض مصريه، الارض المصريه دي يجب ان تعي تماما ايه اللي على ارضها من عقارات الى اخره وقيمتها بالظبط. فالنهارده شهاده ميلاد للبلد بخطوه جريئه، بخطوه مهمه تعود بالخير على الناس كلها الحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا نتمنى لك التوفيق في الانتخابات ان شاء الله، ونكلمك المره الجايه نكون بنهنيك بمقعد نائب في البرلمان، ونتكلم بقى معاك على تنفيذ خططك على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يولي الاصلح ويولي اللي هينفع اكتر الناس وهيخدم الناس وهيقدر يخدم الدوله وهيقدر يقوم بدوره مظبوط، وربنا يقدم مسير خير. وبشكر حضرتك ان شاء الله. ميرسي يا احمد، وبشكر المشاهدين. نتمنى لك التوفيق يا احمد بيه. شكرا يا فندم، ميرسي. شكرا يا فندم. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد المداخله اللي مع احمد بيه الطيبي. احنا شايفين مع بعض الدنيا بقت رايحه فين، شايفين مصر جديده، شايفين رجال اعمال عايزه تمد ايدها للبلد، عايزه تساعد الناس، عايزه تشتغل على ارض الواقع، عايزه تساعد المناطق اللي هي طلعت منها، تحل مشاكلها، تساعد فيها، سواء كان في شكل جمعيات أهلية بيتم تأسيسها وتقديم خدمات عن طريقها للمجتمع، سواء عن طريق المشاركة في المجالس النيابية إن كان مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. محدش هيحس بألمك غير اللي منك، يعني النائب اللي جوه الدايرة والدايرة دي بتاعته وهو عايش فيها، شايف مشاكلها، شايف مين عنده مشكلة وإزاي نحلها له. لو هو عنده اتصالات أو عنده علاقات هتلاقيه قبل حتى ما يبقى نايب هتلاقيه بيقدم خدمات للناس اللي موجودة. هيكون معانا ومعاكم دلوقتي سيادة النائب السيد حجازي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية. مساء الخير يا سيد بيه، ازيك؟
مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اولا ببارك لك على كرسي مجلس الشيوخ ونتمنى لك التوفيق ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. عايزين نقول للناس ان هم لازم يهتموا بان هم يروحوا يتوجهوا لصناديق الانتخاب في الفترة القادمة للدورة الثانية لمجلس النواب. وقول لنا انت شفت ايه اهمية ده، والحاجة الثانية اهم الاجراءات الاحترازية اللي الدولة متخذاها عشان تحافظ على السادة الناخبين والناس اللي بتروح تدلي بأصواتها في الفترة القادمة. هو حضرتك احنا امام كرنفال سياسي، انتخابات مجلس الشعب. انا بطالب جميع الناخبين بالتوجه لصناديق الانتخابات. احنا بناشد المرأة المصرية اللي دايما بتثبت دورها الوطني في المشاركة السياسية، بنناشد الشباب. أنا بكون في قمة السعادة يا فندم لما بلاقي كبار السن أو أصحاب الهمم موجودين في المشاركة السياسية، وبحس إن يعني فعلا في دور وطني ملموس منهم. بالظبط، بنشوف قمة بنشوف قمة الحضارة، بتشوف توفير أماكن لكبار السن، وجود الكراسي، الشباب الجميل اللي بيبقى واقف بيساعد الناس إنهم يدخلوا، وبيساعد كبار السن ان هم يوصلوا اللجنه بتاعتهم. يعني في حضاره في جوانب الموضوع. ايجابيه في بالزبط. جوانب ايجابيه بنراها في العمليه الانتخابيه. انا لما بلاقي الشباب بتشارك في العمليه الانتخابيه بحس ان هم بيصنعوا المستقبل بايديهم. بالظبط. الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت يعني اتنقلت نقله حضاريه ونقله ثقافيه. مجهودات سيادة الرئيس والقيادة السياسية، حضرتك شفت اللي حصل النهاردة من إنجازات ومن افتتاح لمتاحف وافتتاح جامعة الملك سلمان. بالظبط. كل الأمور اللي احنا بنشوفها دي بتدعو إلى التفاؤل، فعايزين شبابنا وعايزين جموع الناخبين يدعموا الدولة المصرية بالوعي السياسي وبالمشاركة في العملية الانتخابية. بالظبط. بالنسبة حضرتك للتدابير الاحترازية في العملية الانتخابية، بالضبط. طبعا الدولة موفرة الكمامات وموفرة كافة التدابير الاحترازية. تمام. وإحنا شفنا ده في انتخابات الشيوخ، المسألة تمت على أكمل وجه الحمد لله، وكان يعني عرس سياسي ما شاء الله، يعني العملية تمت على أكمل وجه. بالضبط. وعايز أقول لك يعني فعلا يمكن دي يعني اول مره نشوف الانتخابات فيها بشكل بقى يعني بشكل حضاري منضبط، يعني الموضوع بقى بشكل زي ما بنشوف الانتخابات في الخارج، يعني ما بقاش واجب الناس راح تعمله، لا ده حق رايحين ياخدوه، لان هو لازم ده يتنمى في الشعب اللي اخد ان هو سنين ما كانش بيشارك في الحياه السياسيه، لازم يروح يدلي بصوته. ما انا النهارده ما يجوش يجيبوا نائب وبعدين في الاخر اقول لا اصل هو ما عجبنيش. طب ما انت ما روحش انتخبت ليه؟ يعني ما لازم تروح، الناس بقى عندها وعي وبتقول احنا انتخبناه وما عملناش، لا انت انتخبناه هنروح نكلمه ونقول له يعمل لنا كذا، لان انتوا بتمثلوا مناطقكم، يعني المنطقه اللي حضرتك بتمثلها ليها طلبات عليك، فاكيد ان انت هتبقى عايز تقدم لهم خدمات عشان توفي بالوعود اللي انت اديتها لهم عشان ينتخبوك. هي يا فندم العمليه الانتخابيه دي عمليه ديمقراطيه بتتم بمشاركه شعبيه فعاله. بالظبط. الناخبين هم اللي بيختاروا ممثليهم سواء في مجلس الشيوخ او في مجلس الشعب، وطالما انا خرجت وانتخبت اقدر احاسب النائب اللي انا انتخبته واساله وطالبه بالمطالب المشروعه اللي هو يقدر ينفذها. بالظبط. لكن ما ينفعش يكون في سلبيه سياسيه في المشاركه الانتخابيه. طبعا. ده اللي احنا بنناشد فيه جميع الناخبين. طبعا. وان شاء الله العمليه تتم ان شاء الله بشكل يشرف مصر كلها ان شاء الله. احنا طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر، ونتمنى لك التوفيق في الدوره القادمه لمجلس الشيوخ، وانك تحقق للناس والافكارك كل اللي كنت بتحلم بيه لما تبقى بتمثل الشعب داخل مجلس الشيوخ المصري. ان شاء الله يا فندم، وانا بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. ميرسي لحضرتك. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا احنا وريناكم صوره سريعه
عن اللي بيحصل في الشارع الانتخابي المصري. استضفنا مداخلة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، مرشح لمجلس النواب، حد من ذوي الأفكار السياسية المتطورة، دكتور أيمن الدهشان. هنتابع مع بعض الشارع المصري رايح فين، هنشوف الانتخابات وآخر تطوراتها إن شاء الله الأسبوع القادم، هنشوف نتائج الانتخابات لأن هيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى غدا إن شاء الله. هنتابع مع بعض اللي بيحصل وهنكمل الملفات اللي موجودة، ونتمنى إن احنا دايما نكون بنحقق لمشاهدينا كل اللي بيدور في خاطرهم، وكل الاستفسارات اللي بيبعتوها لنا سواء على صفحة البرنامج أو مع إدارة التحرير الخاصة بالبرنامج. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم النهاردة من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، إلى أن نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعاية الله.